عسلامتكم الناس الكل. احنا تو ماشيين الدقة باش نمشو نعملو نهار التحفون، نشوفو بقعة جديدة، نتعرفوا على الهيستوري متاع بلادنا، نتعرفوا على بلادنا. محليها محليها نهار تحفون، يجيو معانا. وفي ثنيتنا فما كويك كافي محليها الفيو تحفونا، وقفنا على باش ناخذوا كويك كافي ونكملوا ثنيتنا. هذه الستوب نتاع I don't know أجل يمكن تتقال. سو جست نحن لهني ناخذوا كافي وكويك بريك ونبدلوا درايفرز ومن بعد نمشيوا الدقة. ان شاء الله نقول فيها صحيح، انا مقبل نقول دقة دقة ان شاء الله. دوغا 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 حتى باب الدار حتى ما في المعشوقة. لا ما يا anyway صراحتي احنا ماشيين وقفنا في كويك ستوب، خذينا كابوسان ولا بنينة مش خايفة ما في هيك انا كويك ريست بعد راو. بعد ما خذينا الكابوسان والمافن عاودنا طلعنا على الكياس وقاعدين نتفرجوا في جست الأراضي والأشجار. طقس بحلي بالرغم مغيم شوية، ما سافا ما قلقنيش يعني، شوية مطر هكا وهكا، ما طقس تحفون أحسن من الصيف. حسيت أنا أحسن من الصيف خاطر الصيف سخونة برشا بيصار. كاو احنا خاطر كنا في البي 4 باش نخرجوا للبي 5، سو كنا في A3 او A3 A3 اوكي. I thought it was B4. تعالي اسم حاجه اخرى في تونس خاطر جوجل مابس يسمها A3. yeah it's okay، احنا نتبعوا المستر جوجل ماب يعرفوا نيزنا وين جبنا. هيك هكا تونس I think. تو باش ندخلوا في هاي واي خير، سو خذينا التيكت انا نعد واحده اخرى. ايش قاعد يبيع اطفال؟ I think اللي جيب فيه ماما. No thanks. اللي فوقه بي. Yeah. عندك التيكت؟ سلام. I wonder قديش. 25 ليش تونا؟ دينار. ميسي. ميسي. Thank you. أكل الورد الروش متع لي ريحته روعة روعة. تونس يا محليها، تونس يا محليها، واو روعة. طقس روعة، واحد ما يروحش في الصيف بصراحة. ما شاء الله ما شاء الله. بابا بابا حبك عبيت خوخ ليه من حبش نهبطين تحن ايه نحبها لحق مرانا. او يا من الخوافة سكر الدماغ هاي. احنا خرجنا باش ناخذو عسلامة. مازالش تصور مش تصور كت باهي عايش هكا غادي كرم بوا. جينا لهنا شو بسم الله ما شاء الله روعة، عندهم كل شيء فريش. شو باش ناخذو نحن سمي فما اي وان بص ما عندوش بصا يا او الخوخ محلي حاجه ما عندناش منه والبرتقال عنده بصا بقى. انا ما نحبش البرتقال ليه عندكم البرتقال الحلو وقته تو ولا ليه ليها دي لوك ات الكار الدلاع. فكرنا كيفاش بابا عزيز يلا يرحمه يجيب لنا الدلاع يبدا يجيب لنا هنا في الصيف. شو محلاه شو مزيان هتونس المزيان. احنا وقفنا باش ناخذ شويه دلة محليها محليها شو شو معنا. ما يخلص دينا الحاجات اللي احنا شاهينا نقولوا نحنا مشمش خذينا كابتن بورتكين وخذت سمية فريز مش يعني اكيد بني بركل. انا سالته على المشيره الاخرى قال فما هذيك الاشجار نتاع العيس.
احنا كل مره هكي نتعديو في الطرق نتعديو على وسط البلاد ما نعرفوش اي دون نو شو اسمها بالضبط دي نيتنا وين ماشيين اليوم هكا العرب قوي تعرف شيء العرب تستنى ايران بابيو نجمش ناكلها نشمي اي مخاطر فيها السسمي فيها كل السسمي عندي حساسية يعني. طقس تحفون على الاخر ماهيش مطر وماهيش سخونة مش حتى نتاع ما تسحقش حتى جاكيت عاودنا خرجنا لوتوروت بصراحة كيف ما تشوف عينك مش كيف الكاميرا الجملة وقاعدين نقربوا وين ماشي ان شاء الله يا ونحن وصلنا هيك من بعيد هيك مش نمشوا لها شوف البهيمة البهيمة وين؟ الراجل فوق البهيمة يدور بالعليلش يا عليلش مش قاعدين يسمع في الكلام اوه ياكلوا ياكلوا مستاجر ما يحبهمش ياكلوا مستاجر ياكلوا صغير بيبي كيوت فما قضيه احنا قلنا 5 سايتس هكاك اي فما هكا واحده غديكا واحده اثنين ثلاثه اربعه هذوما لازمنا نقراو شويه على الهيستوري نتاعها باش روعه روعه محليه الرستورون رستورون روعه الديتيلز الحاجات التونسيه اللي فيه روعه ثم سنه محلي التصاور متاع المراه لابسه الماليه والاخرى تعب الكسكسي واو احنا تو باركين الكهرباء هذيك هذيك كبير هكا فيها الماء الاثار نمشي نشوفو ها شفت بيه شفت بيه اي واحد يمشي عليه هاك لبس جاكيت هذاك يخدم معاهم الفوق سو يلا اجيو معانا حتى لين نطلع الفوق شوفوا بسم الله بسم الله حلوة البقعة هذوما كذا عملوا دي ثينك هذيا شنو بيت نوم بيت صالة سهريات هذه القاعدة متاع الدخلك اخي كان تقصر هي نو نتصور اي دون نو نحب نرجع نشوف الاوريجينال بيكتشر كيفاش كانت اما تنجم تكون مش عندي الكاميرا تقول ليه ليه اما يعني مور ريستراكشر يا هذه السكشن نتاع القصر لولين هذه الفسيفسي هذي فما الشيرة هذي زادة حلوة peaceful روعة تخليك تحبي تونس هي أصلا تونس هذي الشيرة المزينة بتاع تونس اللي كل واحد يحب يشوفها شطي جبل هاي نمشو غاد يا عسلامتكم نحن جينا نشوفوا أثر تونس الحلوة منطقة روعة 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 جيوا معنا تفرج هذيك حضارة ولا civilization يمشيو civilization يشيو يعني هذي يوريك قبل قبل حلوة روعة أكيد وكانوا عايشين حياة حلوة فما توريست
تورست ما مش برشا. هاي نطلع منه باريا ليتسكو. احنا مشينا هذيك انا لابسه سانديل جبت سبيدي ونسيت ما لبستوش. ايا ماما وين استلي خد حط الهندي وقت بابا عزيزي الله يرحمه ميمة ميمة بابا عزيزي جيبلها وميمة نتفكر تبدا خاطر ما تحب شكل برشا شوك وهو يموت على الهندي تبدا مش عاجبها. فما أثر مغادي فما غادي زيدا واحدة أخرى يا سمية كلها قال الراجل I think 25 هكتار ولا ليه ولا سوس 2.5 طلعت شوية وليت نلات تسمعوا هذه واحد يجي بقعة كيف هكا يجي rejuvenation. هذه الممشى للقصر واو نايس. هذه القصر لوكس لايكات جيو لهنا لصحن لحصنا هورسز نمشيو للقصر. زعما وين اللي يحطوا العباد تتعارك؟ اوه اتس ستيل هير فروم بلاستيك. اه يا يا ذير از ذا وذ ذا ستير. Slave market or a sanctuary. Oh. The latter hypothesis is confirmed today since the traces of a cella has been recognized at the back of the courtyard. The courtyard was surrounded by a freeze on the and it was so not a pleasant place. It was not a pleasant place, basically. They don't know. It could be a bath, a slave market, or a sanctuary. The latter hypothesis is confirmed, which is the sanctuary. Sanctuary. The sanctuary. Very nice. Looks. Oh wow! وتوقع إحنا هذي. Oh هذي. Yeah, this is the big one. Oh, are we there? Or are we there? هذي. هذي. Oh yes, yeah, yeah. وهذي كيف نطلع؟ Yeah, شطار. هاو المستر مزين برشا. وجهه مش باين ما مزين. هالمستر الآخر زيادة. لازمك. Oh, from Mombour. هاي الليدي واو اه فما يعمل سام زعما نعملو كلوس باي رايت هي الداخل تاع المدرسة يغنوا افتحي يا وردة اغلقي يا وردة روعة. هيكاهو بعد ما كملنا رحلتنا شدينا الكياس زيدا روحنا وفي ثنيتنا جعنا سو وقفنا باش ناخذوا حاجة في لهنا لقينا في واحنا في ثنيتنا ولا نسيت بالضبط المنطقة هذية سو واحنا سي روح مشينا وطلنا روحنا هكا وتعدينا نلقاو ريستوران ماكلتو بنينه سو عملنا خدينا دجاجه بالحاجات هكا سلطه هذيك زيت زيتونه قاعد يكتهنا فيها وفما الخبز الطابونه فما التون فما المالح يعني ماكلة ما تتفلتش يعني وحارة فيها شوية حرورية سافا يعطي الصحة عمل لنا حاجة حلوة برشا والصوص هذاك لازم منه لهنا قعدنا عملنا نص الدجاجة ونص الباقي هزينيهم
وتو سايك روحنا شدينا ثنية نهار تعدى تحفون على الاخر. ان شاء الله انتم عجبتكم المشية معانا كالعادة. ما تنسيوش لايك سبسكرايب وشير القناة هادية ماما الغالية، وان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر. باي باي.